امبارح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كرمت أوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات والأنظمة، وده كان في مؤتمر صحفي انعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. عشان كده خلونا نبارك ونقدم لهم كل التهاني لأبنائنا الأوائل في الدبلومات الفنية. اللي معانا منهم على التليفون دلوقتي الطالبة ندى أيمن عشري، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفندقي. صباح الخير يا ندى. صباح النور على حضرتك. يعني في البداية ألف ألف مبروك، ودايما كده في تقدم ودايما في الصدارة. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا ليك. يعني قولي لنا بقى يا ندى، كنت متوقعة أن أنت تطلعي الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفندقي؟ حقيقي لا خالص، ما كنتش متوقعة. أنا كنت متوقعة أن أنا ممكن أجيب مجموع حلو وأطلع من على أوائل على المدرسة أو على المحافظة، لكن جمهورية دي لا حقيقي. طلعتي الأولى على كل المدارس مش المدرسة بس. الحمد لله الحمد لله. مين ساعدك بقى؟ والله في البداية ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا، وبعدين أهلي بدعمهم ليا، وبعدين في المدرسة كمان كانوا بيشجعونا جدا، محدش كان بيبخل علينا بأي معلومة. الحمد لله الحمد لله. مين أول واحد بلغك إنك الأولى على الجمهورية؟ أعتقد إن الواحد لما حد يقول له أنت الأول على الفصل بيتخض، فلما حد يقول لك أنت الأولى على الجمهورية حسيتي بإيه؟ مين اللي قال لك؟ انا كنت هو نائب مكتب الوزير كلمني وقال لي الف مبروك طلعت الاولى على الجمهوريه في السياحه وفنادق. انا كنتش مصدقه، انا كنت مفكره حد بيهزر معايا، فكانت صدمه بالنسبه لي. فبعدين بقى الحمد لله بقى صدمه حلوه من الصدمه دي. نعم صدمه حلوه، ربنا يكتر الصدمات الحلوه اللي زي كده. يا رب يا رب، اللهم امين. اكيد. طيب حسيتي بقى ايه؟ اتخضيتي؟ حسيتي ان لا انا كنت متاكده ان انا برضو هجيب نتيجه، انا عارفه انا هحلها كويس؟ شعورك كان ايه؟ ايوه انا كنت يعني في البدايه، انا بعد ما خلصت امتحانات انا كنت عارفه ان انا هجيب مجموع حلو، بس ما كنتش متاكده ان انا يعني هبقى يعني التوب كده او طالعه من الاول على الجمهوريه. فالحمد لله ده كرم ربنا ليا فجبت المجموع ده الحمد لله. بس انا عمري ما بحسبها بصراحه كده، لان ربنا بيبقى ليه حسابات وربنا بيبقى شايف لي الخير في حته ثانيه. فعمري ما كنت بقعد احسب الدرجات واقول انا هجيب كذا واجيب كذا، لا انا كنت بعمل اللي عليا واسيبها على ربنا. طيب تعملي اللي عليكي وتسيبي بقى على ربنا. ايه بقى اللي انت عاوزه تعمليه في الفتره اللي جايه؟ باذن الله حابه اكمل سياحه، ولو امكن ان احنا يبقى نختار كليات بره التنسيق، فحابه اخش ألسن ان شاء الله، وحابة أنزل سوق العمل واشتغل في فندق، لأن برضو الجزء العملي مهم جدا مع الجزء النظري. صحيح. وحابة إن شاء الله أفتح بقى مشروعي الخاص، أترجم بقى كل اللي اتعلمته على أرض الواقع. لحظة بقى، مشروعك الخاص ده إيه؟ إحنا قدام كده يعني سيدة أعمال. إن شاء الله. أنا بص يعني أنا عندي شغف كبير قوي بالحلويات والمخبوزات، فحابة أفتح زي كافيه صغير كده بيقدم حاجات بسيطة بأسعار مناسبة للكل. يعني بس يعني انا ليا رجاء ان انت تعزمينا بس في اول يوم في الافتتاح. اكيد اكيد. اول ناس تشرفونا. ان شاء الله الشرف لينا يا ندى. يا ندى، لما الناس بتقول، لما بنيجي دايما نتكلم الاوائل الناس دايما بتبقى عايزه تعرف مين كان بياخد دروس، مين ما كانش بياخد دروس، مين كان بيذاكر ازاي، بيعمل ايه، طول النهار قاعده بتذاكري ولا كنت بتعملي حاجات تانية، بتلعبي رياضه ولا بتلعبيش، بتعملي بتساعدي في البيت ولا بتساعديش، احكي لي بقى يومك بيبتدي ازاي. اكيد بتساعدي في البيت بتعملي مخبوزات اهي. في الحياه في اول السنه انا ما كنتش باخد دروس من اول سنه خالص، من سنه اولى سنه ثانيه الترم الاول من ثالثه ما كنتش باخد دروس خالص، كنت معتمده على نفسي وعلى المدرسين في المدرسه كانوا بيساعدونا بصراحه، ما حدش كان بيبخل علينا في حاجه. بس كل ما الامتحانات قربت بقى جت في اخر شهرين، فقلت خلاص هنزل دروس بقى في مجموعه مع زمايلي واطور يعني من اللي عندي، وهاخد خبره المدرسين من السنين اللي فاتت ويدونا اسئله اكتر، بحيث ان انا ابقى داخل الامتحان واثقه من نفسي. طبعا اكيد بفصل بحاجات، انا بحب اتعلم لغات جدا، فبتعلم دلوقتي لغه تركي، فكنت بفصل ما بين الدراسه وما بين حياتي، يعني انا اتعلم حاجات انا بحبها، وبحب الطبخ جدا، كنت بخش المطبخ كتير اطبق الوصفات اللي انا باخدها واطور من نفسي اكتر واشوف وصفات اكتر. وصفتك المفضله ايه؟ نعم وصفتك المفضله ايه؟ بصراحه انا بحب اعمل كيكه بالشوكولاته تورته، دي اكتر حاجه انا بحب اعملها. اكتر ثلاث حاجات ما بعرفش اعملهم ابدا ابدا. عايزه تاكلي كيكه وحشه وهبطانه واي كلام، الكيكه بتاعتي هو لسه انا مش يعني مش متكرره. صلحي لي بقى يا ندى، بتتعمل ازاي؟ لازم تقولي لي بيني وبينك بقى، لان الموضوع واضح ان هو اسرار. يعني انا بجيب دي سبونج حقيقي يعني بيبقى جاهز، بعمله بحط عليه البيض والميه والفانيليا
وبسويه وبطلعه يبرد، وبعد كده ببدأ ان انا بقى ايه اقطعه للطبقات اللي انا عايزاها. شغفك بقى ده جه من الدراسة، في قصة الكيك ده جه من الدراسة. انت درستيها ازاي بتتعمل؟ انا مسامع حضرتك ثانية. انت درستيها ازاي بتتعمل؟ درستها ازاي بتتعمل؟ اول حاجة ان احنا بنجيب دي نوع كويس، تمام، وبعد كده بيتنخل كويس عشان لو في اي شوائب او لا. احنا كده يا ندى احنا عاوزينك تطلعي معانا فقره في الشيف مغازي، والشيف مغازي هيفرح بيكي جدا عندنا في المطبخ بصراحه، هيكون مبسوط بوجودك معاه. فبرضه ده دي حاجه حلوه يعني. انا هبلغ الشيف مغازي بالمناسبه بالكلام ده ويستضيفك معاه وتعملي لنا الكيكه دي على الهوا. لكن ما تنسيش برضه ان بمجرد ما تعملي مشروعك الخاص يبقى في دعوه هنا لينا للقناه الاولى عشان نصور قصه جديده من قصص نجاحك، مش بس الاولى على الجمهوريه في الثانويه الفندقيه تحديدا، لا كمان الاولى في مجال رياده الاعمال. وان شاء الله يكون عندك يعني الكافيه الخاص بيكي اللي تقدري من خلاله تثبتي قصه نجاح جديده. يعني على العموم بنبارك ليكي يا ندى، الف مليون مبروك ودايما كده في صداره وفي اعلى المراتب. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم ومعانا على التليفون، يعني عشان ما يبقاش في نوع من انواع التحيز زي ما خدنا ندى، ناخد بقى العنصر الذكوري. طيب عشان نبين برضو ان عندنا مساواه. عمر محمد محمدي الاول على الدبلوم الفني الصناعي، ازيك يا عمر ومبروك عليك. الله يبارك فيك. عمر عايز اعرف منك ازاي درست او ابتديت الدراسه في الدبلوم الفني الصناعي، اشمعنى اخترت الفني الصناعي؟ والله وانا كنت حابب المجال التكنولوجي وحابب ادرس فيه وحابب اعرف شويه حاجات عن البرمجه وفي مجال الكهرباء، ومجال الكهرباء خصوصا، وكنت حابب المجال ده ومفيش حد اكبرني ان انا اخشه يعني. نعم. عمر يعني الف مبروك في البدايه، وعاوزين نعرف منك بقى هل كان حلمك اللي انت تدرس ثانوي صناعي تحديدا؟ انا كنت شايفها اللي هي تجربه جديده ليا بالنسبه لي، كنت حابب اللي انا اجربها، وكنت حابب المجالات دي، وكنت حابب ان انا في المستقبل ابقى في المجال التكنولوجي باذن الله. عمر كنت بتجرب ولا في هدف عندك؟ يعني هل الهدف كان التجربه فقط، ولا التجربه ووراها حاجه ثانيه انت عاوز توصل لها؟ باذن الله وراها حاجه ثانيه انا عايز اوصل لها، عايز اوصل لابعد مكان في الجزئيه دي، وان شاء الله باذن الله احقق افضل حاجه باذن الله. ايه ابعد مكان انت شايفه؟ ان شاء الله نخش الكليه ونثبت نفسي فيها وابقى احسن حاجه باذن الله. ان شاء الله يعني انت على الطريق الصح، ما تقلقش ان شاء الله. توفيق ليك يا عمر، احنا سعداء جدا بوجودك وسعداء جدا بالنتيجه المحترمه اللي انت عملتها. عمر محمد محمدي الاول على الدبلوم الفني الصناعي، الف مبروك.